الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا. نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير. احييكم وارحب بحضرتكم من جديد في انطلاقة الشوط الرابع للزمول المهجنات. نرحب بهذه الشعارات وهذه الأسماء الرنانة التي تزين أرضية عاصمة الميادين ميدان الوثبة. مباشرة أبدأ مع النداء الأول، أبدأ مع الصدارة لأتابع مقدمة الشوط. والمركز الأول سياف مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، يقدم لنا شعاره ويقدم سياف مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادم شقران بخيت بن محمد بن راشد بالسمة المنصوري، يقدم لنا شعاره. المركز الثالث القادم والحاضر بشعار بن دري يتقدم في هذه اللحظات وينطلق محراق سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، يقدم لنا شعار ويقدم محراق محراق. مرحبا بهذا الشعار. بينما المركز الرابع القادم والحاضر، أتابع الأسماء والشعارات القادمة، أتابع في هذه اللحظات القدوم من مسبار عبيد بن حميد بن حمد الدرعي، يقدم لنا مسبار. بينما القادم مع المركز الخامس، أتابع في هذه اللحظات الميق الميق محمد بن سالم بن محمد بن غماض الراشدي، يقدم لنا شعاره. المركز السادس القدوم من مبشر سعيد بن فلاح بن جابر الأحبابي، هو القادم. بينما المركز الثامن القدوم والحضور، أتابع المفتي عاطف بن عطية بن حسن القرشي، هو الحاضر. بينما القادم مع المركز العاشر، أتابع سامرين عبد الله بن عبيد بالحلوس العامري، هو الحاضر. هكذا هو النداء للعشرة النجوم المتقدمين. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول حيث يتواجد سياف. مرحبا يا مطر يا بن راشد يا الشامسي، يقدم لنا شعار، شعار غني عن التعريف بإنجازاته وتاريخه، ولكن محراق محراق محراق. مع المركز الثاني يتقدم بن دري، يقدم محراق سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، يقدم لنا شعاره وينطلق مع محراق بإنجازاته ورموزه ورصيده الحافل بالإنجازات. بينما المركز الثالث أتابع شقران بخيت بن محمد بالسم المنصوري، هو القادم. مع المركز الثالث المركز الرابع القدوم الحضور، أوصلوا أبناء المملكة مع المفتي عاطف بن عطية بن حسن القرشي، قادم في هذه اللحظات يقدم لنا شعاره. بينما المركز الخامس القادم والحاضر مسبار مسبار عبيد بن حميد بن حمد الدرعي، هو الحاضر. المركز
السادس القدوم من حساس عبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي هو الحاضر والقدوم مع المركز السابع القادم والحاضر راهي هو الحاضر سالم بن سهيل بن غصن العامري يقدم لنا شعاره والقدوم والحضور تابع صايب صايب علي بن هدوب بن خطروش الهاشمي هو القادم بينما المركز الثامن ختال هو القادم عبد الله بن سعيد بن عبد الله الظاهري المركز التاسع والعاشر القدوم والحضور تابع القادم الميك محمد بن سالم بن محمد بن غماض الراشدي بدا هدير الزمول وأعود من جديد إلى مقدمة الشوط إلى محراق إلى بندري وشعاره إلى بندري وإنجازاته إلى بندري وبطولاته يقدم لنا محراق مع المركز الأول مع الصدارة سالم بن أحمد بن محمد بن دري بن دري مع المركز الأول المركز الثاني القادم والحاضر أتابع في هذه اللحظات القادم مع المركز الثاني سياف مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي بدأت المعركة بدأ الصراع الفوز لمن من بين هذه الشعارات والقادم شقران بخيت بن محمد بالسم المنصوري مع المركز الثالث المركز الرابع وتابع ختال 1200 يا اهل الزمول 1200 ومحراق ما زال مع الصدارة ما زال مع المركز الاول سالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي الكيلومتر الاخير الكيلو الخطير ومحراق محراق محراق مع الصدارة ومع المركز الاول ولكن ختال عبد الله بن سعيد بن عبد الله الظاهري قادم بكل قوة والشامسي قادم والقرشي قادم ولكن محراق عصاد ببطانه وختال بدأ يتسلل بدأ ينطلق عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري يقدم لنا شعاره يحتل الصدارة مع ختال والمفتي المفتي قادم شعار القرشي قادم بكل قوة مع المفتي وانطلاقة عاطف بن عطية بن حسن القرشي ولكن ختال ختال ختلهم وغادر طار بالفوز طار بالانتصار طار بالناموس طار بالإنجاز إلى سويحان إلى سويحان سلام راعي ريمة سلام سلام يا مالك ختال على هذا الفوز عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني مفتي عاطف بن عطية بن حسن القرشي المركز الثالث محراق سالم بن أحمد بن دري الفلاحي والمركز الرابع سياف مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي والمركز الخامس وصل مع المركز الخامس متعب سعيد بن محمد بن عصري بن سعيد الخيالي التوقيت الزمني لحظة وصول ختال 9:28 ستة أجزاء من الثواني تانين لمالك ختال عبد الله بن سعيد بن عبد الله الظاهري والمركز الثاني كان متابعي الكرام المفتي عاطف بن عطية بن حسن القرشي توقيته 9:30 5 أجزاء من الثواني تانين والناموس المركز الثالث محراق سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي 9:00
32 ثانية جزئين من الثواني، إذا انتهينا والناموس للجميع.